ومعانا المشترك رقم 18 قيس من سوريا. قيس مستعد كويس؟ انا مستعد كويس ومحضر حالي وفايت لحتى اخذ الميكروفون الفضي واخذ لقب مذيع العرب. طب ثواني بس، يعني بالراحه، مش خايف ان لجنه التحكيم عارفه ان انت ممثل مشهور وعندك كاريزمتك، ان الموقف ده يضايقك شويه في قصاد لجنه التحكيم وقصاد الجمهور؟ بالعكس، انا عندي ثقه كامله بانه انا الشيء اللي محضره اليوم رح يعجب اللجنه والمشاهدين والجمهور على المسرح. برافو قيس، واتمنى لك كل خير يا رب. بس هنبدل الادوار، وقيس هو اللي هيكون المذيع وانا اللي هكون المتسابق رقم 18. انا خليل جمال من مصر، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني. مساء الفل. بعد اللي محمد غريب عمله في الدقيقه بتاعته واتكلم معانا عن تاثير الكلمه في حياته، قررت ان انا اتكلم عن ثلاث كلمات اثروا فيها بشكل كبير ولغايه دلوقتي موجودين في حياتي. الكلمه الاولى واللي قالها ليا والدي باستمرار، هتشيل الطين، واللي ليها دلاله عن الفشل، ومن كتر ما كان بيقولها لي دماغي كانت بتروح تلقائيا لكريم عبد العزيز في فيلم الباشا تلميذ، لما حسن حسني كان بيفضل يقول له يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. كلمه فاشل بتزعلك؟ بس انا كلمه فاشل ما كانتش بتضايقني ولا بتزعلني، لان كان في كلمه تانية مهمه جدا في حياتي وليها طعم حلو، واللي كان بيقولها ليا اصدقائي وكانوا بيقولوا لي هتوصل. بس مع حلاوه الكلمه دي كنت دايما برجع خطوتين لورا وابتدي افكر، هو انا ازاي هوصل لكل اللي انا عايزه وانا والدي قاعد يقول لي يا فاشل يا فاشل يا فاشل وهتشيل الطين. هو الصراحه ان انا كنت فاشل في بعض الاوقات يعني، بس مش للدرجه دي. لكن الموضوع ما وقفش عند كده، من تحدي الكلمه الاولى وتحفيز الكلمه الثانيه قدرت تتكون الكلمه الثالثه، وهي انا خليل جمال. وجاي النهارده عشان اسمع كلمه الجمهور كله وكلمه لجنه التحكيم اللي انا فعلا مهتم بيها قوي قوي قوي. ويا ترى كلمتكم هتكون ايه؟ هو في ركب بتخبط بس يعني. انت اسمك خالد؟ خليل جمال. خليل جميل جمال، ربنا يخليكي، يعني مفيش جمال بعد جمالك اكيد. تشتغل ايه خليل؟ انا واحد بتاع راديو، انا مذيع راديو بس لسه على قد يعني، بداتها حاجه اللي هي من تحت من الاونلاين راديو، والحمد لله دلوقتي يعني ابتديت اشم نفسي شويه في اذاعه محترمه من الاذاعات المغربيه. كوني اول مذيع مصري تقريبا يكون موجود في الاعلام المغربي كله او الاذاعه المغربيه باللهجه المصريه بتاعتي، وده شرف كبير ليا طبعا، وبشكر برافو كل الناس اللي ساعدت فيه، فالحمد لله بحمد ربنا على كده يعني. انا بقول خدوها ومعاصرها خلاص. اوكي، انا مستعد لاي سؤال من اي نوع ومن اي شكل، وهي دي واتحدي يعني. طبعا انا من دون ولا اي سؤال، لانه شخصيتك بتعبر عنك و اي ماما هناخدها من قصيرها زي ما ايه. لا يعني ما نضيع وقت، نضيع لك وقتك ونضيع وقت. طب امشي ولا ايه؟ انت بتعطيه ليلى؟ طب اسلم الاول. طيب تعال سلم. تعال ليلى، انت بتعطيه؟ انا لو كان معي بعطيه كمان. دي اللي جنبك، دي اللي جنبك خالص مره. ايه دي اللي جنبك. بس انا ممكن اعمل حاجه. حاجة صغيرة جدا، جيمي اللي هو والدي يعني ما يزعلش من الكلمة دي، بس احنا دايما بنهزر بيها. هو والدي ووالدتي الاثنين هما سندي، دايما احنا بنخلف عشان خاطر نجيب سند ليا، لكن انا اللي من غيرهم فعلا ما استحقش اي حاجة، وربنا يا رب يخليهم ليا. الله يخليك. شكرا جدا ليك. شكرا. اخدت المايك السيلفر، بس واضح ان دي اصلا مش دي كوره مش مايك. يا خليل، ايه هي مشكلتك مع النظارات؟ مش عارف، كنت بتمنى ان انا اعمل برنامج اطلع يعني بنظاره كده وشكلي تمام، بتوحي برضو ان انت راسي وهادي، برغم ان انا اصلا في الحقيقه مجنون جدا. اول شخص هكلمه واقول له ان انا خدت المايك السيلفر ابويا، اللي انا تقريبا هيزعل مني جدا. استناني على الحياه وابو ظبي، وكمان كل مكان ان شاء الله باذن الله اكون انا مذيع العربي.